السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في كل مكان في درس جديد من دروس الفيزيكس 2. اليوم هنتكلم عن الماجنيتينج فيلز والفورسز. لو عندنا شحنة بتتحرك في وجود مجال مغناطيسي، يبقى هقول moving charged particle، يبقى شحنة نقطية بتتحرك بسرعة v زي ما احنا شايفين، وفي مجال مغناطيسي اسمه b، هتتعرض لفورس. الفورس هتساوي ال q وال v as a vector cross ال b as a vector، او ممكن اقول الفورس as a magnitude بتساوي q في ال V B، الكروس بيتحول يبقى ساين الزاوية اللي بينهم نسميها مثلا فاي. الفاي هي الزاوية الأقل من 180 درجة من ال V لل B، يعني هنا كده ما امشيش كده، عندي أكتر من 180 ما امشيش كده، أمشي كده من ال V أروح لل B زاوية الأقل من 180، من ال V أروح لل B زاوية الأقل من 180. ليه؟ لأن ده هيحدد لي اتجاه الفورس. لو أنا استخدمت الفورمولا دي هتديني القيمة مع الاتجاه، لأن هنا يبقى في I و J مثلا، هنا في I و J أو I و J و K whatever، فهيديني اتجاه الفورس. ممكن تكون الفورس في اتجاه واحد أو أكثر من اتجاه، ممكن تكون I J K خليط ميكسد بين التلاتة دول. لو هجيب الماجنتيود اهو، طب والاتجاه؟ ممكن الدايركشن اجيبه باستخدام حاجة اسمها using the right hand rule. ايه القاعدة دي بتقول؟ اول حاجة right، لو واحد بيكتب ايده الشمال لا استخدم برضه الرايت، هي اسمها right hand rule، يبقى لازم استخدم ايديا اليمين. اعمل ايه؟ احط صوابعي في اتجاه السرعة، اروح للبي، هتسي السرعة اهي، اروح للبي، ده يديني الفورس اللي هو الابهام. يبقى مرة تاني هنحط صوابعي في اتجاه السرعة، اروح للبي، ليه ما اروحش كده؟ لان دي اكتر من 180 درجة. طب تعالوا شوفوا هنا، هحط ايديا في اتجاه السرعة، انا ليه ما عملتش كده؟ لان كده اكتر من 180، احط ايديا صوابعي في اتجاه السرعه، اروح للبي، الفورس اللي فين؟ لتحت. الكلام ده لو شحنه موجبه، لو شحنه سالبه اعمل نفس اللي بعمله في الموجب ولكن يكون عكس اتجاه الابهام. يعني ادي السرعه اهي وادي البي اهو، هي لفوق اه لو كانت موجبه، لو كانت سالبه يبقى عكس ده، يبقى لتحت. ايديا مره تانية صوابعي في اتجاه السرعه، اروح للبي زاويه الاقل 180، الابهام لتحت بس ده سالب، يبقى لفوق الفورس. لو كانت موجبة يبقى الفورس لتحت. نفس القاعدة أطبقها على السالب بس أعكس اتجاه الفورس يبقى لفوق. ده لو كان charged particle. طب لو عندي واير وفي كرت، يبقى هقول واير carrying current، أو العكس أقول carrying current wire عشان ما الادجكتيف قبل النوم. طيب دلوقتي عندنا الاي ماشي في اتجاه، لو اعتبرنا مثلا ده اتجاه الاي مثلا، هيبقى ده الجي وده الكي. طبعا اي اتجاهات انت تقدر تعمل، ده الجي يبقى كي اي مثلا، او ده الاي يبقى ده الجي يبقى ده الكي، زي ما انت عايز، زي ما مسمي لك في الرسم بالسؤال يعني. احنا عايزين نجيب الفورس بنفس الفورمولا زي كده، ادي الفورس بتساوي بدل الكيو هتبقى اي، وبدل الفي هتبقى ال كروس البي زي ما هي، هيديني قيمه او اتجاه. طب ممكن استخدم الماجنتيود اقول اي ال بي ساين الفاي، نفس الشيء احط صوابعي في اتجاه التيار، هنا كان اتجاه السرعه هنا اتجاه التيار،
يبقى ادي اتجاه التيار كأنه السرعة، هو ماشي كده كأني نفس الشيء سرعة، واروح للبي، البي اهو، فاروح للبي يبقى الفورس لفوق لو كانت الشعلة، لو كان مفيش بقى، لو كان موجب وسالب، هو التيار في الاتجاه ده يبقى ده الاتجاه الموجب، يبقى امشي في اتجاه التيار اروح للبي يبقى ده يديني الفورس. طب هنا التيار اهو، انا عايز اروح للبي يبقى لازم اعمل كده، ادي ايديا في اتجاه التيار اروح للبي يبقى الفورس لتحت زي ما مرسوم كده، هنا مفيش بلس وماينس بس اتجاه التيار. اخر حاجة لوب، نقول كارنت لوب، يبقى في عندي لوب حاجة مقفولة كده وطار عمالي يمشي فيها يلف، ممكن يكون عدد الترنز ان. طب هنجيب ايه؟ هنجيب ثلاث حاجات هنا، نجيب الماجنتيك مومنت ده متجه بيساوي قيمة الاي، قيمة الاول عدد الترنز في الاي دي قيم سكيلر، في الاي قيمة الاي واتجاهها عمودي، يعني هنا في ايه اهو اتجاهها فين مثلا في البلاس اكس، يبقى هو اتجاه العمودي على الاري او في الاتجاه ده على حسب انت باصص منين، فيبقى ده اتجاه الاري وده نفس اتجاه الماجنتيك مومنت. وبعدين هيطلب مني كمان اجيب التورك، التورك عبارة عن الميو الماجنتيك مومنت كروس البي، طبعا زي ما يطلع بقى هتعمل كروس برودكت، وزي ما كمان الطاقة الانرجي او البوتنشال انرجي بتساوي الميو دوت البي. نذكركم بحاجة، الان ملهاش وحدة، الاي امبير والاريا متر سكوير، التورك عبارة عن الكروس برودكت ده التورك نيوتن دوت متر، اليو طبعا جول. في الغالب هيطلب منك الماجنتيود هنا عشان يطلع من حدوتة ان انت باصص من هنا ولا من هنا، هو الاريا كده عمودي عليها كده ولا كده، فنقول كده نشوف الرسمة دي ازاي بتجيب الفورس والفورس. لو السلك اللي تحت ده ادي التيار والبي لفين، البي لفوق، هروح لفوق مرة تانية ادي التيار اروح لفوق يبقى الفورس لبر، اهي الفورس اهي اللي هو ده. طب هنا التيار اهو، هنا التيار كان اهو، هروح للبي ادي الفورس لبره، طب فوق التيار اهو والبي لفوق يبقى الفورس لورا، بص كده واروح للبي لفوق يبقى ادي الفورس، هنا العكس التيار اهو هروح للبي يبقى الفورس لبره، الاتنين دول بيعملوا تورك بيدوروا اللود دي، بيحاولوا يدوروا اللود دي. لو انت باصص من هنا ده مع عقارب الساعة، لو انت بص من ورا يبقى عكس عقارب الساعة، فهو الغالب هيطلب منك الماجنتيود بتاع التورك، واليو طبعا ده كروس برودكت بيطلع لازم نحط اشارة سالب، هيطلع قيمة سكيلر زي ما يطلع معاك، تحط القيمة مفيش اتجاه ده سكيلر، هنا المفروض يكون ليه اتجاه هيطلب منك الماجنتيود في الغالب، وده هيكون اتجاهه مع اتجاه الاريا. تعالوا ناخد مجموعة مسائل نأكد على استخدام الفورمولاز دي.